السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نحل مع بعض الروبيك كيوب. مبدئيا كده هنتكلم على شوية بيزكس. أول حاجة عايزين نتكلم على الألوان بتاعة المكعب. أنهي لون بيقابله اللون قصاده الناحية التانية. هنتكلم على أسامي المكعبات. المربعات دي أساميها إيه؟ السنتر، السايد، الكورنر. هنتكلم بعد كده على ازاي بنحل المكعب از ان هو layers، layer 1، layer 2، layer 3. هنتكلم على حاجة اسمها algorithms، وفي الاخر هنقول هنحله ازاي. طيب مبدئيا كده المكعب كأي مكعب هندسي هو 6 وشوش، ابيض قصاده الناحية التانية اصفر، الاحمر قصاده الناحية التانية الاورنج، الازرق قصاده الاخضر. مبدئيا وانت بتحل المكعب دايما خليك فاهم ان مسكتك للمكعب لازم تكون ثابتة. يعني لو انت هتشتغل على الناحية البيضاء فهو ده دايما هيبقى الناحية البيضاء دايما بصالك، لو هتشتغل على ناحية زرقاء لازم تبقى زرقاء بصالك. المكعب زي ما قلنا 6 وشوش، فاحنا هنحتاج واحنا بنحله نقول حاجة اسمها algorithms. algorithms هي السيكونس بتاع الخطوات اللي احنا نلف بيها المكعب علشان نحله زي ما احنا عايزين. فاحنا علشان نكومينيكيت السيكونس دي مع بعض او الالجوريزمز دي مع بعض محتاجين نفهم ان الخطوات هنشرحها بالوشوش انهي وش هنحركه. فعلى سبيل المثال لو انا عندي الوش دوت هو اللي باصص لي فده اسمه فيس، ولما هاجي احركه هقول لك اف. اف دي يعني هلف الفيس في اتجاه عقارب الساعة. لو اف داش يبقى هلفه عكس اتجاه عقارب الساعة. لو عايز الف الناحية اليمين دي فهيبقى اسمها رايت، فهكتب لك ار. لو عايز الفها بالعكس هتبقى ار داش لان عكس عقارب الساعة. اللي فوق ده اسمه اب، فانا لو هلفه باتجاه عقارب الساعة هيبقى كده يو داش، يبقى انا عايز الفه عكس اتجاه عقارب الساعة. الجزء اللي تحت اسمه دي داون اتجاه عقارب الساعة، دي داش يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. اخر وش الشمال ليفت، خلي بالك ان اتجاه عقارب الساعة هيبقى ناحيتك المرة دي، فدي كده اسمها ال. لو ال داش يبقى العكس، انا بلفه عكس اتجاه عقارب الساعة. فاتفقنا ان عندي اف، عندي up، عندي right، عندي left، عندي down اللي هو السطر ده. المهم ان احنا نبقى عارفين ان المكعبات المفروض الوانها ثابته الستاندرد، يعني في طبعا الوان مختلفه بس mostly هتلاقي الابيض عكسه الاصفر، الاحمر عكسه البرتقاني، الاخضر عكسه الازرق. تلاقي في حاجات بينك وفي حاجات الوان تانية بس ميلي هو بيبقى الالوان ديت ابيض اصفر برتقاني احمر ازرق واخضر. ازرق واخضر. النقطة الاساسية اللي احنا محتاجين نفهمها واحنا بنحل المكعب ان في عندنا 3 انواع من المربعات. عندي في حاجة اسمها سنتر. السنتر ده لون واحد بس وعمره ما بيتحرك مهما حصل. اللون ده او المكعب ده مش هيسيب مكانه. الاورنج هيفضل طول عمره اورنج الناحية دي، الازرق هيبقى ازرق طول عمره الناحية دي، مش هيتحرك لان اي حركة ما بتحركوش. فدول ثوابت، الـ6 centers دول ثابتين. تاني نوع من المربعات عندي اسمها سايدز. السايد اللي هي ده دوت ودوت وزيهم طبعا في كل المكعبات اللي هم دول بيتحركوا وليهم لونين، يعني هنا احمر ازرق، هنا اخضر ابيض، هنا اصفر برتقاني. تالت نوع من الالوان المكعبات عندي او المربعات اللي هي الكورنرز اللي هي ديت، دي بتتحرك ليها 3 الوان ابيض احمر ازرق او برتقاني اخضر اصفر. فلازم نبقى فاهمين ان
الثوابت عندي هما السنترز اللي في النص دول، وبعد كده عندي السايدز وعندي الكورنرز، سوري الكورنرز اللي هما دول. طيب اتفقنا ان هيبقى فيه algorithms هنتكلم عليها، يعني مثلا هتلاقيني بقول لك UL UL داش R، كل ده هتفهم معناه ان لما هاجي اقول لك U يبقى انا عايز الف ده اتجاه عقارب الساعة مرة واحدة، لو قلت لك U U يبقى هلفه مرتين، U داش يبقى العكس، R R داش، L L داش، D D داش، F F داش. اوكي طيب، علشان تحل المكعب احنا في اكتر من طريقة، وفي طرق بتستخدم الجوريزمز مختلفة، بس الطريقة اللي انا هعلمها لك مش شرط ان هي تبقى الاسهل، مش شرط ان هي تبقى الاسرع، مش الوحيدة طبعا، بس دي الطريقة اللي انا اتعلمت بيها احل المكعب. فاحنا هنحله على layers، عندي ده اسمه layer 1، ده اسمه layer 2، وده اسمه layer 3. فالطريقة اللي انا هحل بيها ان انا هحل layer 1 الاول، بعد كده هعمل layer 2 اللي في النص دوت، اوكي، وبعد كده هحل layer 3. دايما هتلاقيني ببتدي بالابيض، ده layer 1، دي الطريقة اللي انا اتعلمت بيها ولا هعلمك بيها، ده كده layer 2 اللي في النص، ده كده layer 3 اللي هي الاصفر. اوكي فمبدئيا خلينا نعمل اسهل حاجة، ان احنا هنلخبط المكعب.